السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فريقين لتحقيق النقاط الاولى في هذه المسابقة. كواتاس جول جول ركنية، وكواتس سيباستيان كواتس يبغي تيستانوغلو الثانية ثابتة. تألق التركي أمام ميرالان، كرة بالرأس، هدف تعادل، هدف تعادل. كايل لارين بنفس الطريقة وبنفس السلاح يضرب بشكتاش من ركنية، نفذها بيانيتش، وكايل لارين وحده دون رقابة في القائمة الثانية يباغت أدان وينذر المدافع الإسباني بورو. كرة بالرأس، كرة بالرأس مرة أخرى، كريستيانو سيباستيان كواتس فرحة لم تدوم إلا لدقيقة. يرجع بعدها سيباستيان كواتس بنفس الطريقة أمامه إرسين ديستانوغرو، يتقدم بابلو والهدف الثالث. بابلو سارابيا على يسار ديستانوغرو يرفع الحصيلة إلى 3-1. 43 دقيقة في الشوط الأول، أريحية لسبورتي بفضل ثالث أداء. بوتي يتدخل معه ويلينتون مسال جول. باولينيو الكرة تونس، باولينيو بعد كرة على القام ثاني لكيفن دي بروين، والكرة جول. كانسيلو جول. البرتغالي يمضي ولا يبالي، هذا هو كانسيلو وحده يأتي الأسبقية للفرقة المانشسترية في قلب رياض. يا رياض، رياض، رياض جول، رياض جول، رياض جول. هو الحارس من يونير على اليمين، ورياض محرز اليسار، واستر يا ستار، استر يا ستار. اوه شوا شتي الكورة، جول 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 جول، والكر جول، والكر جول. كورة بالجنون وبالفنون من أجمل ما يكون لفريق السيتي. كورة لبالمر، بالمر، جول، بالمر جول، بالمر جول. الرابع، الرابع يا سادة، والسيتي سلطان كالعادة. مع الرحمة لفريق السيتي، كرة جول، كرة جول، كرة جول. الهدف الأول لفريق بروج البلجيكي عن طريق هانس فلكان. يرتخون أصحابه، وهذا الخامس. رياض، يا رياض، رياض جول. ألو ألو رياض، ألو 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 يا السادة. تقدم، دخل، واصل، يحضر، يسدد. لا 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 لا. الفورمة العالية، الملتهب، السهم الكبير، مرة أخرى يضرب مبكر المدينة ونجح في تحقيق انتصار. كرة من أجل هدف آخر، تعود المحاولة من جديد. ليفربول اون فاير، اون فاير، يسجل
الجزاء يلعب المحاولة، لا زالت مستمرة ملعوبة خطيرة، تشتعل من جديد، يعود أتلتيكو مدريد، يعود أتلتيكو مدريد، يسجل وعن طريق القائد كوكي يعيد إشعال النار في المدرجات. الآن وبخطى ثابتة يمر الكرة، وصلت إلى غريزمان، أوهو الجنون في شوط المباراة الأول، كرة القدم الحقيقية لأجل مواصلة التوهج، التوهج والتألق، التاريخ يكتب بأقدام صلاح، الرجل الذي يواصل التألق والأفضلية ويسجل خامس أهداف في أبطال أوروبا. وصل مبابي، انطلق مبابي، سدد مبابي، جول مبابي، جول جاك مبابي، سجل في مرمى مبابي، أكولاتشي هجمة عكسية سريعة، انطلاق من دراكسلير، دراكسلير عبر يلعب لينكونكو، وصلت الجهة اليسرى عن خيلينيو، التعادل لنادي لايبزيغ. مشاهدينا الكرام، الرد ياتي من سيلفا، الرد ياتي من البرتغالي اندري سيلفا، يستفي من كرة عرضية، حيدارة يلعب لي عن خيرينيو، عن خيرينيو يرفع الكرة، جول الثاني لايبزيغ، موكيلا يسجل، موكيلا يباغت، موكيلا يضرب تيك، مشى مبابي، راح مبابي، مبابي مرر، جول 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 جول، ظهر ميسي، ظهر المنقذ، ظهر الفنان، ثنائية أرجنتينية فرنسية، ميسي ميسي في لحظة التركيز، ميسي 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 ميسي، يا سلام يا سلام، مبدع يا ميسي، حتى في ركلات الجزاء ليست بغريبة. وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، الله، هنا يأتي الهدف الأول أخيرا، بعد طول انتظار، بعد طول انتظار يأتي الهدف الأول، والتمريرة من داخل منطقة الجزاء، الله 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 يا فينيسيوس جونيور، الله الله يا فينيسيوس جونيور، على تمريرة، وأيما تمريرة، على لعبة، وأيما لعبة، يتقدم للأمام، هنا الهدف، هنا الهدف، هنا الهدف، هنا الهدف، الله 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 في الجول، الهدف الثالث لريال مدريد، الهدف شيء ومتعة فينيسيوس شيء آخر، الهدف شيء وإبداع فينيسيوس شيء. كرة تعود داخل منطقة الجزاء، المحاولة لكرة عرضية، التسديدة، الله رودريجو، رودريجو بثنائية ودويتو برازيلي بهدف. الدفاع أوليفيرا كاد، وما زالت الخطورة عرضية وجول، الخطورة وأرضية وجول، فعلها لويس دياس في وقت توقف دفاع الميلان اعتقادا بأنه ارتكب خطأ على اسماعيل. تشيكو لن تسقط صفة الإبداع عنك يا بوسني، تشيكو البطل اليوبار، تشيكو الخير
خارج من قمقم المعاناة والحاضر بقوة الشخصية ليكن يتقدم. جوميز لمسة لماريجا، ماريجا تسديدة، يا إلهي هدف يا زعيم. القوة الزرقاء من أجل اجتياح آسيا مرة أخرى، ماريجا ماريجا بعد تمريرة من جوميز، الركنية لعبد الفتاح ضغط للنصر، عرضية خطرة يا بنات. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض منقوع لبان الذكر. منقوع لبان الذكر من الحاجات الهائله جدا للبشره اللي بتحارب التجاعيد، بتعمل كمان على شد البشره، لو في بقع في البشره باذن الله كلها بتروح. كل اللي هنعمله هنجيب من عند العطار لبان الذكر، وده متوافر على طول باستمرار عندهم، وهو ده بيبقى شكله. سعره مش غالي خالص لكن فوائده كبيره جدا جدا، وهتجربي بنفسك. كل اللي هنعمله هناخد معلقه كبيرة من لبان الذكر او اللبان المر او العلكة المرة، عشان في كل دولة بيبقى له اسم، وبناخدها وبنحطها مثلا في كوباية زي كده، وبنصب عليها مية مغلية، مية تكون سخنة جدا، وبنغطيها وبنسيبها طول الليل. بنيجي تاني يوم بنلاقي الشكل بقى كده، المية بقت بيضة بالشكل ده، بنصفيها، بس نحاول نصفيها كويس جدا، نصفيها الاول بمصفة الشاي وممكن بشاشة، بحيث ما يبقاش فيه شوائب خالص، لان احنا هنحطها في بخاخة. وبنغسل بشرتنا وبنرش على البشرة مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء، ما فيش فيها اي ضرر لكل انواع ان شاء الله البشرة.